خلونا ناخد تاسك على الفكره دي. انا حضرت تاسك بسيط، تركزوا معايا فيه. يقول لي انشئ فئه، يعني نعمل كلاس الاسم ريكتانجل، ماشي؟ سميه ريكتانجل يعني مستطيل، وضع بداخله ما عايز، حط خاصيتين يعني تو بروبرتيز، ميثودز وهايت، ويدث وهايت، ويدث وهايت. طبعا تمام، قال لي مع التاكد ان قيمه الويدث تختلف عن قيمه الهايت، يعني ما ينفعش الهايت يبقى بيساوي الويدث والا سيصبح الشكل مربع، تمام؟ وقال لي عايزك تعمل لي الداله او الفانكشن، الداله يعني الفانكشن لحساب المساحه، تمام؟ الاريا وهي بتساوي الطول في العرض، بترجع لك قيمه عشريه، وفي داله اسمها بيرمتر اللي هي المحيط، ومحيط بيساوي 2 في الطول في العرض زي العرض. بعد كده قال لي اكتب برنامج يستخدم الفئه الريكتانجل اللي انت عملتها، واكتب الكلاينت كود. يعني ايه كلاينت كود؟ هتشوفه. تعال الاول نعمل الايه؟ الكلاس الجميل ده عشان نقرب الافكار اللي احنا بنشتغلها يعني. فانا اقوم جاي قايل له ده نخليه 118. على فكره الكلاس اللي احنا قلنا بتترسم بحاجه اسمها، بتترسم بحاجه اسمها الكلاس دايجرام. يعني لو احنا دخلنا على اونلاين دوت فيجوال بارادايم شعب دوت كوم باين، ايوه ده طبعا من افضل البرامج الرسم على الاطلاق. هو طبعا اونلاين لسه جديد، لكن الحاجات اللي هي يرسم بقى حاجات مهمه جدا يعني، واعتبر اهم برنامج في الديزاين. احسن من كريتلي يا دكتور؟ لا كريتلي ده ضعيف طبعا، ضعيف جدا بالنسبه لفيجوال برنامج، ضعيف جدا. بس ده تسجيل ده ده ايه؟ بكود يعني ولا ايه؟ بكود يعني بيفهم الكود الفيجوال برنامج؟ لا يعني هو التسجيل فيه سهل يعني يا دكتور؟ عادي ساين اب عادية، عادي هتدخل ايميل واسمك. تمام؟ ايميل وبعد كده هتدخل بين بياناتك اسمك وباسورد والكلام من ده. وبعد كده بتعمل لوجن عادي. بس هو ما بيدكش كل الامكانيات في الاونلاين ده، لان هو مقفول وغالي كمان. على النسخة اللي بتنزل على الجهاز يعني. لكن هو اخطر ما شفت في الديزاين كده. على العموم بيقول لي انت تختار ايه؟ قلت له انا اختار الفي بي اللي هي فيجوال بارادايم اونلاين دايجرامز. طلع لي بقى انواع الدايجرامز اللي تتخيلوها ولا ما تتخيلوهاش، واللي تعرفوها ولا ما تعرفوهاش. فانا هختار كلاس دايجرام من فايل، مش هعمل بلانك، انا عايزه كلاس دايجرام. ممكن طبعا الاكتيفيتي الحاجات دي كلها، بس الفرق ما بينهم وما بين اي حاجه ثانيه من الحاجات الشهيره او اقوى حاجه فيه من الحاجات الشهيره، انه بيفهم اللي بيترسم، بيفهم. ودي بقى غريبه جدا عن كريتلي والكلام اللي هو الكلام ده. يعني ايه بيفهم؟ ده كود بقى، يقدر يحوله، يقدر يحوله لكود، يعرف انت غلط ولا صح. الفكره مش اي كلام. طب ممكن اللينك يا دكتور؟ online.visualparadigm.com كلكم على الشات. تمام. مشكلته ان هو بس مش مجاني. طيب. انا هاجي الاول، ما انا بسال على كده، ما انا بسال حضرتك على كده. فكره غالي جدا. بس في الاونلاين بيديك شويه فتره معينه، فتره حاجات زي الكلاس دايجرام والكلام ده، يعني اكل عيش ده عادي. تمام؟ فهنا مثلا انا عايز اعمل كلاس اسمه ريكتانجل، بكتب اسم الكلاس يعني. تمام؟
طبعا الكلاس ده ليه اتريبيوتس وليه اوبريشنز. الاتريبيوتس اللي احنا عرفناها والاوبريشنز اللي هي الفانكشنز. تمام؟ يعني من الاخر الاتريبيوتس اللي هتبقى موجوده بالنسبه لنا اللي هي الويدث. تمام؟ لو عايزين نضيف واحده كمان بنقول له هات كمان اتريبيوت اللي هي مين؟ الهايت. الهايت. تمام؟ لو عايز اضيف تو فانكشنز اللي هي الفانكشن بتاعت الاريا صح؟ لاحظوا ان هو بس بيعمل لك ايه؟ بلس وبتبدا بكده. انا طبعا حاسس ان انتم مش شايفين حاجه زي ما انا مش شايف اصلا اللي انا بعمله. فانا ايه؟ اللي هو اللايبرري كلام. ايوه. تمام؟ وهاد كمان اوبريشن اللي هي مين؟ اللي هي بيرمتر صح؟ وعلى فكره بس خلاص كده ده الكلاس اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. لو انت بقى مشترك هيديك امكانيه انك يخرج لك الكود ده لبروجرامينج لانجوجز زي جافا والسي شارب والسي والبايثون وكل اللغات يعني. انت بس تكتبله كده هو هيطلع لك الاسطمبه كامله جاهزه ثانيه. تمام؟ طيب ده كده لما ارسمها لك تبقى انت فهمتها. المفروض هي معروفه علميا كده معروفه يعني. لما تشوف الرسمه دي تبقى انت عارف انت هتعمل ايه. تعالى اقول لك هتعمل ايه. عشان كده هو بيعرف يكتبها على فكره، لان هي معروفه ما كانش يقدر يحولها لكود. بس عشان ده معروف، ده بنسميه احنا يوم ميل، بنسميه يوم ميل اللي هو اليونيفايد مان موديلنج لانجويج، يعني لغه موحده لتمثيل الايه للمودلز النماذج. فانا عشان اقدر اعمل ده كده اي كلاس واسميه ريكتانجل. تمام؟ كلاس ريكتانجل وكله. تمام؟ عايز ابدا فيه اعمل ايه؟ اول حاجه طبعا اعرف الكونستراكتور. على فكره الكونستراكتور حتى لو ما عرفتوش هو بالعرف، ان هو كده كده موجود حتى لو ما كتبتوش يعني. تمام؟ اندرسكور اندرسكور انيشيت اندرسكور اندرسكور افتح كورس واكتب سيلف. مبدئيا انا عايز اعرف الويتس والهايت في البايثون، بنعرفهم جوه الكونستراكت. بقى اللغات مفيش حاجه كده يعني، بس هو البايثون ماشي كده ماشي الحال. فهقول له ايه؟ بقول له سيلف دوت عايز اعرف الهايت، ادي الهايت صح. ممكن احط فيه ديفولت فاليو زي ما انا عايز. ممكن اقول مثلا احط فيه صفر هايت. ممكن اقول له سيلف دوت ويدث بتساوي برضه احط فيه ديفولت فاليو. تمام؟ كده انا حددت التو ايه؟ التو بروبرتيز بتاعتي اللي انا عايزهم. طيب ماشي. واقدر اعرف ديفاين للاريا وابدا اشتغل عليه. الاريا كان الفانكشن بتقول الاريا بتساوي الطول في العرض صح؟ يعني هتريتير الطول اللي هو الهايت سيلف دوت هايت ضرب سيلف دوت ويدث. خلصت. عايز اعرف البيرمتر اللي هو المحيط، فبقول له ديف اسف طبعا المحيط اتنين في مش عارفين. ماشي اهو محيط كولون بقول له ريتيرن الايكويشن. الايكويشن هي عباره عن اتنين في اتنين في الطول زائد العرض. فاقول له الهايت سيلف الاول هايت زائد سيلف دوت ويدث. الله ينور عليك الكلاس خلص. طبعا برنامج زي فيجوال بروجرام لما يجي بيكتب لك الكود ده ما بيعرفش يكتب المعادله يعني. مش هيكتب لك المعادله، ما يعرفش انت بتعمل ايه، لكن هيكتب لك الباقي الحاجات دي اللي ما فيش فيها اختلاف. الحاجات الاساسيه دي الديفينيشنز والكلام ده وتعريف البروبرتيز بس وخلاص.
اما بقى دي انت طبعا على حسب الفكره. دكتور احنا هنسيب دي من غير اكواس، اللي هي السيلف هايت زائد سيلف ويدث، دي مش نجمع الجمع الواحد الكروس. الاقواس يعني تفرق يعني ولا ايه؟ هتفرق. مش عارف. هو احنا في لا هو الاولويات، هيترجم على طول، هيعمل الزائد مع بعض وبعد كده يضربه في لا لا هو الاولويات بتقول ايه؟ اولويات اللي بين الاكواس. اللي ما بين الاقواس. فالمثال بتاعنا لو احنا ما كناش لابن اقواس ايوه، ما ده اللي انا كده بقوله لحضرتك، كان هيعمل ايه؟ كان هيضرب اثنين هيضرب في الطول، الاثنين في السيلف هايت. اثنين في الطول زائد العرض، وده طبعا كان هيدينا نتيجه مش مظبوطه علميا. لكن احنا عايزين نجمع الطول زائد العرض والاثنين ويتضرب في اثنين، يبقى لازم احط الاقواس. لان الضرب قبل الايه؟ قبل الجمع. فلو انا عملت كده البرنامج لما بيشوف فيه عمليه ضرب وعمليه جمع بيعمل الضرب الاول. يعني لو كانت المعادله الايكويشن عامله كده كان هيضرب الهايت في الويدث ويجمع بعد كده الاثنين. هيجمع اكيد، ده عشان ده كده بقول لحضرتك نحطها في اقواس يعني. تمام كويس ممتاز. دكتور في عندي سؤال. نعم في عندي سؤال دكتور. الان هسه لما دائما دائما في الكلاس لما بدي اعرف variables لازم احطها في الكونستراكتورز. نعم ده بس الاسلوب، حبيت اتاكد. ده نعم الاسلوب بتاع الايه بتاع ال البايثون. تمام لازم اعطيها قيمه، لازم اعطيها انيشال القيمه للفاريبلز عشان يعرف الطيب. طيب ماشي ممكن انا اخليه يبعتها هو بيعمل كونستراكتور زي ما عارف يعني. ممكن اخليه هنا الويدث نعم وهنا الايه؟ الهايت. كده عمره ما يعرف يعمل غير لما يبعت ويتس وهايت، وانا بقى احط له ويتس وهنا لايت. بس انا خليني اعمل كذا فيرجن من البرنامج ده. نعم اعمل عشان اوريكم التشكيلات يعني. طيب هو هنا في الاخر بيقول لي اكتب برنامج يستخدم الفارق تنبي ككلاينت كود. الكلاينت كود يا شباب المقصود بيه دايما الكود اللي بيستخدم الكلاس. احنا دلوقتي على كونسول فهنكتب الكلاينت كود بتاعنا كونسول. ممكن نكون بنكتب في ويب يبقى هنستخدم الكود بتاعنا ويب. ممكن يكون في الموبايل يبقى بنستخدم الكود بتاعنا موبايل الى اخره. لان الكلاس ده عشان تكونوا عارفين اللي انتوا بتتعلموه دلوقتي ده كده يقدر يتحط في اي حاجه منهم عادي. اقدر استخدمه في اي ابلكيشن ما عنديش مشكله. كديزاين كده كديزاين باترن ما فيهوش مشكله. لكن لو انا عاوز اعمل بقى كلاينت كود يعني كود يشغله. تمام؟ وساعات اللي بيكتب الكلاينت كود بيبقى غير اللي بيكتب السورس كود الاصلي ده. ده مش ساعات، ده اغلب الاوقات. فلو جيت اعرف او اعمل مثلا ايه؟ هعمل ريكت واحد بيساوي ريكتانجل وخلصت. تمام؟ لازم اقول له ريكت 1 دوت ويدث بتساوي مثلا 6.5 وريكت 1 دوت هايت بتساوي 8.7 عادي اي حاجه. ومش انا اللي احسب بقى، هو الكمبيوتر اللي هيحسب. عايز اطبع بقى الاريا والحاجات دي فانا ببساطه جدا اقول له برنت الريكت 1 دوت ايه اريا وخلصنا. لو عايز اظبطها حبتين اقول له الاريا ايكوال بطبع الاريا وهنا البيرمتر. ولو عايز اظبطها حبتين كمان انا ممكن اخلي الويدث والهايت ياخدهم اليوزر من الانبوت. انا اخر دلع يعني ايه؟ اقول له فلوت طبعا عشان رقمه يكون كسري على انبوت اقول له انتر ويدث اوف ونفس الكلام بالنسبة للهايت. برنامج قايم على فكرة الكلاس ومتكامل. ممكن أي أفكار من اللي إحنا أخدناها طول الكورس نقدر نعيد صياغتها في شكل كلاسز. تمام؟
لو جيت رنيت هرجع تاني هظبط بس ان انا بحب فرق. خمسه قال لي انتر الويتس اوف ريكتانجل قلت له 6 و7 من 10 بوم. قال لي ريكت 1 از نوت ديفايند. يا نهار ابيض ريكت 1 مش نوت ديفايند. انا كاتبها ريكت يا كاتبها ريكت. خدت بالكم؟ هي كاتبها مره ريكت ومره ريك فضربت مننا 0 5 6 و7 من 10 7 و6 من 10 ماشي نشوف المشكله. قال لي الاريا تيك زيرو بوتنشال. نسيت السلفات ينفع كده؟ عايش حته غبيه. قال لي تاني 7 و6 من 10 6 و7 من 10. قال لي الاريا قد كده والبيرمتر ايه؟ قيمتها قد كده صح. في حته ما عملناهاش انه لازم يتاكد ان الهايت مش بتساوي الويتس صح. ممكن اعملها بالسيرت. انا السيرت هنتكلم على السيرت اقول له سيلف لوج ويتس لازم تكون تأكد ان دي لازم تكون لا تساوي ايه؟ سيلف هايت. وطبعا هضطر اعملها تاني جوه الايه؟ جوه البيرمتر برضه. ومبدا الاوبجكت اورينتد مش كده على فكره. الاوبجكت اورينتد بتقول لك ان المبدا ده غلط انك تاخد كابي بيست وتحط دي. دي مبدا اصلا ضد الاوبجكت اورينتد. ضد الاوبجكت اورينتد. ولذلك don't repeat yourself. تعمل ايه؟ ممكن اقول له def validate اسميها كده validate تحقق. تمام؟ تحقق سميتها كده واحط الكود ده جواها مره واحده وكل مره نلعب مين؟ validate بدل ما اكتب الكود كذا مره لا انا اكتب ايه؟ طب في ميزه لا في مميزات كتير مميزات لو قعدت اشرح في المميزات هوجهكم ليه بس تعال الاول نجرب. لو بص في خمسه وقلت له الريكتانجل خمسه والهايت خمسه سته النيم فاليديت از نوت ديفاين سيلف سيلف دوت فاليديت كده صح. ده اللي حصل ده اللي احنا عايزينه مش ايرور ولا حاجه. لو قال لك اسيرت سيلف ده تساوي الوايت هي دي الايرور. ده اسيرشن ايرور ده احنا عملناه. احنا ضربنا احنا اللي عاملين الاسيرشن ايرور ده احنا اللي قايلين كده. عايزين نقول مثلا ايه؟ ان ريكتانجل ذا ويت ماست بي different compact يكون مختلف عن خلاص دي الرساله. لو جينا احنا دخلنا 5 و 6 عادي هيشتغل. لو جينا دخلنا 5 و 5 ضرب مننا وانا بنقل على الاريا بسبب الفاليديت. خدوا بالكم من الرساله بتطلع ازاي. وقال لي اسيرت ان الويتس لا يساوي الهايت. وقال لي في الريكتانجل الويتس ماست بي ديفرنت فروم الهايت. واسيرشن ايرور اهي موجوده اهي. طبعا كنا ممكن نعملها تراي كاتش ونظبط. ممكن نعملها تراي كاتش ونظبط عشان ما تطلعش بالمنظر الوحش ده. بس انا ما كان مش غرضنا دلوقتي ان احنا نعمل تراي كاتش. مش غرضنا. طبعا المفروض ان التراي كاتش تحصل فين؟ تحصل في الكلاينت كود هنا. تحصل في الكلاينت كود هنا. مش هنا. احنا هنا بس نقول لازم يكون زي بعض. لازم يكون مش عارفين بس نحط الشروط. لكن اللي بيتراي كاتش ويظبط ده الكلاينت يكون بمزاجه مش قضيتي. تمام؟ وتلاحظوا الايرور الاسيرت اللي ضربت صح؟ دي اول واحد بتيجي تحت
بسبب ان في حد نادى على الفاليديت. من هو اللي نادى على الفاليديت؟ الاريا هي اللي نادى على الفاليديت. تقدر تقول ايه الاريا نادت على الفاليديت، راحت على فانكشن اسمها سيت دوت فاليديت، الفانكشن اللي اسمها سيت دوت فاليديت ضربت ولذلك طلع لك المسج. انا ليه بقول لك الترتيبه دي؟ عشان لما يحصل لك ايرور تعرف تقرا ايه اللي حصل فيه. قايل لي هنا لاين 6 وقايل لي لاين 8 وقايل لي لاين 17. افهميني انا؟ فهمتوني؟ لما تقدر تعرف هي مين نادى على مين، مين نادى على مين، مين نادى على مين لغايه لما ضربت، يبقى فاهم القصه مش تسال. طبعا في الاخر بتبقى انت بتروح دايما في الغالب على السطر الاخير ان هو يبقى في القصه. السطر السادس بالنسبه لنا هو اللي كان فيه القصه بتاعت الليل. يا شباب وصلت؟ واضح يا دكتور. تمام. تيجي تفكروا فيه على الكلاسز، وانا بس كنت عايز اقول استاذ رامي الفيديو، اول الفيديو ده ضاع مني.